الثامنة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. في الأسبوع الرابع لاحتجاجات السترات الصفر، عشرات الإصابات ومئات المعتقلين في العاصمة الفرنسية باريس. المرحلة الانتقالية الجديدة يجب أن تحدد زمنيا. وفد صنعاء إلى السويد يدعو إلى فترة انتقالية ويؤكد على ضرورة تحييد محافظة الحديدة عن الصراع. البته أمريكا كشفري مداخل جوبا. روحاني يتهم أمريكا بالإرهاب الاقتصادي، وظريف يقول أمريكا حولت المنطقة إلى مستودع للأسلحة. أهلا بكم. أفاد مراسل الميادين في باريس بسقوط 55 جريحا في المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية. كذلك اعتقلت الشرطة أكثر من 700 متظاهر، معظمهم تم اعتقاله قبل بدء التظاهرات تجنبا لوقوع أعمال شغب وفق ما نقلت وسائل أعلام فرنسية. وزارة الداخلية الفرنسية قدرت عدد متظاهري سترات الصفر ب 31 ألفا على كل الأراضي الفرنسية. هو وحش خرج عن السيطرة بحسب توصيف الحكومة الفرنسية للاحتجاجات التي تشهدها باريس والمدن الفرنسية الأخرى للأسبوع الرابع على التوالي، حتى بات يوم السبت موعدا ثابتا يضربه أصحاب السترات الصفر لحبس أنفاس المواطنين والحكومة على حد سواء. صحيح أن الحكومة تراجعت عن فرض زيادة الضريبة على الوقود، وهو الإجراء الذي أشعل الأزمة في الأساس، لكن حركة السترات الصفر تطالب بتنازلات أكثر من الحكومة، بما في ذلك خفض الضرائب وزيادة الرواتب وخفض تكاليف الطاقة وحتى استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون. لهذه الغاية استبق آلاف الفرنسيين شروق الشمس للاحتشاد في شوارع باريس ومدن أخرى احتجاجا على سياسات ماكرون الاجتماعية وعلى غلاء المعيشة. إجراءات أمنية غير مسبوقة تواكب هذه الاحتجاجات، وكما كان متوقعا انطلقت التظاهرات مع حملة اعتقالات ضخمة شنتها الشرطة الفرنسية ضد عشرات المحتجين بتهمة التخطيط والتحريض على أعمال عنف. نحو 89 ألف شرطي انتشروا في مختلف أنحاء فرنسا، بينهم 8000 في باريس، فضلا عن 12 مدرعة لقوات الدرك لم تستخدم منذ أعمال الشغب التي شهدتها ضواحي باريس عام 2005. بات كل ما يجري في باريس استثنائيا. أغلق برج إيفل وقوس النصر والأوبرا وساحة فاندوم ومعالم سياحية أخرى إلى جانب المتاحف ومحطات القطارات، فيما استخدم بعض أصحاب المحال التجارية ألواحا خشبية عريضة من أجل إغلاق متاجرهم خوفا من تكسير زجاجها أو اقتحامها. المستشفيات هي الأخرى تستعد على طريقتها الخاصة، حيث رفعت درجة يقظة أجهزتها وعناصرها استعدادا لاستقبال عدد كبير من المصابين الذين بلغ عددهم المئات السبت الماضي. وللمزيد ينضم إلينا من باريس موفد الميادين موسى عاصي. موسى يعطيك ألف عافية. يعني بانتظار كلمتي رئيس الوزراء ووزير الداخلية نقف معك حاليا على الأوضاع في باريس بداية. نعم، عمليا انتهى السبت الرابع من تحرك السترات الصفر، والان تسيطر قوات الشرطه الفرنسيه على كافه الشوارع التي شهدت مواجهات عنيفه خلال النهار، وخصوصا زاد الشانزليزيه ومحيطها وساحه النجمه وقوس النصر والممرات التي تؤدي الى هذه الجاده وايضا الشوارع الكبرى الاخرى التي شهدت تحركات. الان قوات الشرطه تسيطر من دون اي تواجد تقريبا الا بعض الاشخاص الذين يعني يمرون من وقت لاخر يرتدون سترات الصفر. حتى الشرطه بدات بالانسحاب، الاعداد الكبيره من الشرطه بدات الانسحاب من شوارع العاصمه الى مراكز الشرطه، وعمليا هناك فقط بعض الاحداث المتفرقه خارج شانزليزيه وخارج وسط العاصمه. بالنسبه لحصيله هذا اليوم على يعني اخر رقم وزعته وزاره الداخليه عن عدد الجرحى كان 55 جريحا، عدد الذين تم توقيفهم تجاوز الالف، ولكن من
بقي قيد الاحتجاز حوالي 700 شخص. وطبعا هذه الأرقام حوضرا هذه أثارت دخان طيلة النهار. نعم. إذن هذه الأرقام فقط في العاصمة باريس، أما في المناطق الأخرى فهناك أيضا موقفين وبعض الإصابات ولكن أقل بكثير من العاصمة. كل الشكر لك زميل موسى عاصي مفدى الميادين إلى باريس، وطبعا يعطيك ألف عافية، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. رئيس وفد صنعاء إلى محادثات السويد محمد عبد السلام أكد أن الحل السياسي يجب أن يشمل فترة انتقالية لها إطار زمني، ودعا عبد السلام إلى ضرورة تحييد محافظة الحديدة عن الصراع عبر إيقاف العمليات العسكرية فيها. داخل العمل الآن مع الأمم المتحدة هناك فريق أو لجنة للتهدئة. هذا الفريق الذي يفترض أن يناقش التهدئة يناقشها بشكل عام في عموم اليمن، ومنها أيضا أو أولويتها الحديدة. كيف يكون هذا؟ هو بتحييدها عن الصراع، تحييدها عن الصراع إيقاف العمليات العسكرية فيها، أن تعود تلك الألوية العسكرية التي قدمت من خارج محافظة الحديدة. عبد السلام أشار إلى ضرورة تحديد المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية الجديدة. المرحلة الانتقالية الجديدة يجب أن تحدد زمنيا وأن تكون فيها سلطات تنفيذية توافقية، الرئاسة والحكومة، وأن تجرى في هذه المرحلة الانتقالية مهام أساسية متمثلة بالترتيبات الأمنية والعسكرية وبسط نفوذ الدولة وحل القضايا العالقة، لأنه لم يكن في السابق حل سياسي موجود، يعني لم يكن هناك وضع دستوري مستقر فجاء هذا العدوان ليغير بعض الملامح، لا، كان هناك مشكلة سياسية في السابق. أعلن عضو وفد صنعاء إلى مشاورات السويد سليم المغلس أن الوفد قدم مبادرة لإيقاف القتال في كامل جبهات تعز، إلا أن وفد حكومة الرئيس هادي يرفض ويصر على سياسة إبقاء تعز ميدان صراع على حد تعبيره. المغلس قال أن إيقاف القتال أو التهدئة سواء في تعز أو الحديدة أو غيرهما يحتاج إلى تمثيل السعودية والإمارات على طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن وفد صنعاء سيلجأ إلى الحديث مع المجتمع الدولي للضغط على السعودية والإمارات في هذا الشأن. كما اعتبر المغلس أن وفد حكومة هادي ليس ناقلا موثوقا لدى السعوديين والإماراتيين من أجل أن يثقوا بنقله لما يجري ويتفاعلوا معه على حد تعبيره. وينضم إلينا من ستوكهولم عضو وفد حكومة صنعاء إلى مباحثات ستوكهولم سليم مغلس. طبعا نصحح العائلة، أهلا وسهلا بك معنا سيد سليم. نود الوقوف بداية على هذه المبادرة بشكل تفصيلي ونقاط لو سمحت، وكل ما سبق طرح هذه المبادرة بشأن تعز، بشأن كل نقاط المبادرة. نعم، حياكم الله أخي الكريم أختي الكريمة. لقد قدمنا هذه المبادرة بإيقاف كافة الجبهات في هذه المحافظة من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، كافة الجبهات في الريف وفي المدينة. طبعا كذلك قدمنا مبادرة أيضا فيما بعد هذه الخطوة، ممكن نقدم على خطوات أكثر عمقا من حيث فتح كافة الممرات بعد أن يتوقف القتال، فلا مجال لأن تبقى الممرات مغلقة سواء من جهتنا أو من جهة الطرف الآخر. أعتقد بأن هناك بعض الأطروحات التي كانت تطرح من حيث التهدئة، إلا أننا أصرينا على إيقاف القتال بشكل كامل وإنهائه. ممكن نقدم يوم غد على النقاش حول آلية تنفيذ هذه المبادرة وآلية الرقابة وآلية إيقاف إطلاق النار، ندخل في الآلية يوم غد إن شاء الله. سنقدم لهم الخارطة العسكرية لمحافظة تعز خلال يوم غد ونبدأ ندخل في تفاصيل آلية تنفيذها. طيب، ممكن أن تشرح لي أكثر سيد سليم، يعني كل ما سبق حتى الوصول إلى طرح هذه المبادرة، ما الذي يفترض أن تنتظروه الآن؟ مع من ستتم المناقشة؟ كيف ستعملون بعد ذلك؟ ربما أكثر نتحدث عن آلية، يعني الخطوات التي ستمر بها هذه المبادرة.
خلال الأيام الماضية هناك كان أخذ ورد بيننا وبين الأمم المتحدة في تعز وبين الإخوة أيضا في تعز في الميدان، وكان هناك أيضا تجاوب كبير من قبل الأخوة الميدانيين، إلا أن الطرف الآخر كلما أقدمنا على خطوة، أحيانا أعلن محافظ تعز قبل أيام قبل شهر حوالي فتح من طرف واحد، فتح معبر من طرف واحد، إلا أن الطرف الثاني أصدر بيان برفضه بذلك. كلما أقدمنا على خطوة في هذا الملف أقدموا على خطوة في الرفض، كونهم يعتبروا ملف تعز عنوان للابتزاز السياسي والإنساني والإعلامي ضد أطراف الوطنية منذ القدم، منذ بداية المعارك، وهم يعتبروا ملف تعز هو للابتزاز الإنساني فقط، وليس لا يوجد لديهم أي توجه لحل هذا الملف. طيب جميل، من الضامن الآن لهذه المبادرة إذن؟ نحن نتحاور الآن مع المجتمع الدولي، مع الأمم المتحدة، لا نتحاور أو لا نتفاوض بشكل مباشر مع الطرف الآخر. صحيح. كونه كل يوم بكلام، كل يوم بمبادرة ثم يرفضها ثم لا يستطيع أن يفي بأي شيء، هو لا يملك القرار في حقيقة الأمر. كل عناصر التهدئة سواء في الحديدة كما قلنا أو تعز أو أي من البلد لابد أن يمتثل السعودي والإماراتي لأن يكونوا طرف في الطاولة، هم أصحاب القرار وهم أصحاب الميدان، أما هؤلاء لا يملكون لا ميدان. طيب ماذا يقول السعودي؟ السعودي والإماراتي، نعم السعودي والإماراتي ماذا يقول؟ يعني تستطيعون أن تنقلوا لنا أو أن تنقل لنا ما يجري في الكواليس لو سمحت؟ أختي الكريمة، نحن الآن بدأنا بتقديم المقترحات من طرفنا إلى الأمم المتحدة، وننتظر ماذا ستقول الأمم المتحدة. ممكن هي قالت لديها أطراف، يعني لديها ضغط دولي على الأطراف الأخرى، على السفراء وعلى من هذا القبيل للوصول إلى حلول. مثلا مطار صنعاء، نعم تفضل، مطار صنعاء اليوم قدمنا مقترح بأن يفتح أمام كافة الرحلات البرية، كافة الرحلات يعني الإقليمية والدولية والمحلية. هم يرفضون هذه الفكرة بشكل نهائي، هم يريدون أن يعرقلوا أي خطوة في هذا الإطار، يريدون أن يفتحوا في إطار يعني إلى عدن. عدن، مطار عدن كما قلنا لي هو تحت الاحتلال الإماراتي باعتراف وزير النقل نفسه وزير الداخلية الذي يقول لا نسيطر عليه، كيف بنا أن نبحث إلى رحلة داخلية؟ فاليمنيين هم ينزلون إلى عدن بظرف 6 ساعات أو 5 ساعات من صنعاء. أعتقد المطار أيضا هو قضية مهمة، والآن سننطلق يوم غد أيضا في النقاش حول بعض الخطوات التفصيلية فيه، فلذلك سنرى ما هو الرد من قبل الطرف الآخر وهل سيقبلون بفتح هذا المطار ولو تدريجيا بناء على مراحل، ما في مشكلة. يعني نحن قبلنا أيضا في هذا الملف بأن بوجود خبراء استشاريين دوليين ودور فني واستشاري في هذا المطار، بما يؤهله ايضا لان يكون على جاهزيه ووفق المعايير الدوليه. ايضا كذلك نحن قبلنا بلجنه تقييم، الان بعثه تقييم للمطار حاليا، حتى ولو يوم غد نحن مستعدين لاستقبالهم في صنعاء، تقييم هذا المطار حول جاهزيته واستعداده لاستقبال الرحلات، إلا أن الطرف الآخر لا يريد أن يفعل شيئا في هذه المشاورات. الظاهر أنه أن السعودية لا تريد ذلك، وأن الموقف الإدارة الأمريكية الداعم للحرب السعودية هو الذي شجع السعودية والإمارات على هذا الموقف وإفشال المشاورات. يعني ترى سيد سليم، هل تستطيع أن تقول أنه الطرف الآخر يعني أتى فقط لكي يعني يظهر أنه هو مشارك في هذه المفاوضات ليس أكثر من ذلك؟ هل نستطيع أن نحكم أنه في فشل نوعا ما أمام هذا المشهد أم لا؟ الأجواء إيجابية وهناك أخذ ورد وممكن أن يكون هناك تطورات إيجابية في هذا الملف. نحن يعني لا يوجد أي أمل مع وفد الرياض نهائيا، مع الوفد الموجود لا يوجد لديه أي قرار أو تعاطي إيجابي في أي من الملفات، هو يريد تصعيب فعل المصدات والعقبات أمام كل خطوة ممكن أن نقدم عليها، إلا أنه يمكن أن تعول الأمم المتحدة على الضغط على المجتمع الدولي والسفراء وما إلى ذلك.
سنرى هذه الخطوة إلى أين سيصلون بها. صحيح. سيد سليم مغلس، عضو وفد حكومة صنعاء إلى مباحثات ستوكهولم، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك. إلى عدن، حيث انطلقت تظاهرة شعبية كبيرة يقودها الحراك الثوري الجنوبي، وقد جابت أحياء المدينة للتنديد بمفاوضات السويد التي لم يشارك فيها الحراك. المتظاهرون رفعوا شعارات تدعو إلى وحدة الصف الجنوبي لمواجهة ما وصفوه بالتحديات المحدقة بقضيتهم، ورددوا شعارات مناهضة للتحالف السعودي الإماراتي. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. افتتاح متحف الحضارات السوداء في العاصمة السنغالية. من جديد أهلا بكم إلى إيران، حيث اتهم الرئيس حسن روحاني الولايات المتحدة بممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد بلاده. روحاني وفي مؤتمر رؤساء برلمانات إيران وروسيا والصين وتركيا وباكستان وأفغانستان قال أن مواجهة مشاكل توجد جذورها خارج الحدود تحتاج إلى حلول خارج الحدود. ملحم ريا. خطوات أولى نحو تعاون سداسي من أجل مواجهة التحديات. رؤساء برلمانات إيران وأفغانستان وباكستان وروسيا وتركيا والصين اجتمعوا في طهران لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب وتنمية العلاقات الاقتصادية. المؤتمر الثاني لهذه الدول أشار بوضوح إلى التحديات المشتركة التي تشكل أمريكا جزءا منها. انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي هو نموذج عن الإرهاب الاقتصادي. لن نتحمل هذه الوقاحة وسنقف في وجه أمريكا. وأضعاف إيران التي تكافح الإرهاب وتجارة المخدرات عبر العقوبات سيحرم العديد من الدول الأمان. أمريكا كانت حاضرة كذلك في مداخلات رؤساء البرلمانات المشاركين، فالسياسة الأحادية الأمريكية تطاول الجميع. زمن الإفادة من العقوبات للضغط على الشعوب والدول قد ول. نحن سنتطرق في هذا المؤتمر إلى مكافحة الإرهاب. قد يشكل هذا المؤتمر نواة لتعاون دولي أوسع وأشمل بين دول المنطقة، ولا سيما في ظل السياسة الأمريكية التي تدفع الدول إلى البحث عن تحالفات جديدة لحماية شعوبها وتحصينها. الخطر الذي يحدق بالمنطقة الآن هو إرسال عناصر داعش إليها مجددا لزعزعة أمنها، ودول المنطقة لديها مصالح مشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرف، وهذا المؤتمر يسهم في ذلك. قد تكون مواجهة الإرهاب أحد أبرز التحديات التي تواجهها دول المنطقة، لكن التحدي الذي لا يقل أهمية هو التدخل الأمريكي والسياسات الأحادية التي تحاول فرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ملحم ريا، طهران، الميادين. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال أن الأمريكيين سعوا كل سعيهم لزعزعة العلاقات الإيرانية الأوروبية، وقبل ذلك سعوا إلى تشويه الحقائق في المنطقة. وردا على سؤال للميادين، أكد ظريف أن واشنطن جعلت المنطقة مستودعا للسلاح. السلاح الأمريكي الذي يباع لدولنا في منطقتنا هو أكثر بكثير من حاجتها الدفاعية، ما يؤشر إلى السياسة الخطيرة الأمريكية لتحويل منطقتنا إلى مستودع للسلاح المتطور. أمريكا تتذرع بتوجيه الاتهامات الواهية لحرف الأنظار عن الأخطار الحقيقية. قرأنا في الصحف الأوروبية أن السلاح الأمريكي في يد القاعدة في اليمن، وقبل ذلك كان في يد داعش في سوريا، وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد منطقتنا. أعلن المدعي العام في مدينة زاهدان الإيرانية اعتقال 4 متهمين فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في تشابهار. المدعي العام أشار إلى أنه سيتم بحث الملف في المركز الخاص بالجرائم الأمنية في محافظة سيستان وبلوشستان، كما أكد أن التحقيقات ستستمر في كشف دور المتهمين في العمليات الإرهابية والكشف عن بقية المتهمين. قال النائب في البرلمان اللبناني وعضو لقاء التشاور في لبنان فيصل كرامي إن الرئيس المكلف سعد الحريري يرفض تمثيل اللقاء مهما كان حجم الحكومة، لأنه يريد احتكار التمثيل السني لكتلة المستقبل. كرامي وفي لقاء مع الميادين أكد أن الحل بحكومة من 32 وزيرا لم يسمع به إلا من رئيس مجلس النواب نبيه بريه.
أخيرا سمعنا بطرح 32، هذا الموضوع لم يعرض علينا بشكل مباشر، سمعناه بالإعلام وسمعناه مباشرة من الرئيس نبيه بري الذي كان متحمسا لهذا الموضوع. ما سمعناه من أوساط رئيس الحكومة حتى هذه اللحظة أنه حتى لو كانت مش 32 وزير، حتى لو كانت 100 وزير سنة من خارج تيار المستقبل لن أوزر. هذا الموقف اللي سمعناه بالآخر، وسمعنا مواقف أخرى أيضا، يعني أنه هي عقدة سنية شيعية، رغم أنه يعني ما بعرف تحت أي قوس ولا تحت أي عنوان تركب فكرة هذه عقدة سنية شيعية. كرامي أكد للميادين أن اللقاء التشاوري لن يقبل احتكار تمثيل الطائفة السنية، مرجحا وجود ضغوط خارجية لكي لا يظهر رأي آخر لدى هذه الطائفة. عندنا تحليلا للموضوع، وقد اثنان قد يصحوا. التحليل الأول هو أنه يريد الحصة السنية كلها لتيار المستقبل، وهو لم يخفي هذا الشيء، أنه هو يشارك بالحكم بحكومة وحدة وطنية، بالمسيحيين بثلاث أطراف، بالدروز بطرفين، بالأرمن بطرفين، بالشيعة بطرفين، إلا عند السنة هو يريد الحصة السنية كلها لتيار المستقبل. إذا كان هذا الوضع حقيقي ويريد أن يضع يده على الطائفة السنية كلها وإلغاء نتائج الانتخابات النيابية، فنحن لن نرضى ولن نقبل بهذا الشيء، وسنبقى نطالب بأن نمثل. الحليل الثاني هو أن هناك ضغوط خارجية حتى لا يمثل أي سني من خارج تيار المستقبل، حتى لا يقال هناك رأي آخر داخل الطائفة السنية في المجتمع السني اللبناني. في عاصمة السنغال تم افتتاح متحف الحضارات السوداء، حضارات كان الاستعمار الأوروبي ولا سيما الفرنسي قد نهب قسما هائلا منها ونقله إلى المتاحف، فيما تأمل الدول الأفريقية أو الأفريقية استعادة رموز حضاراتها عن طريق المفاوضات. لم تمض أيام على إثارة قضية استعادة الآثار الأفريقية المنهوبة من عدد كبير من دول أفريقيا إبان الاستعمار الفرنسي والأوروبي، حتى افتتحت السنغال متحف الحضارات السوداء في دكر عاصمة السنغال وبدعم من الصين، وتنفيذا للفكرة التي أطلقها الشاعر ورئيس السنغال الراحل ليوبولد سونغور في ستينيات القرن الماضي. الرئيس السنغالي ماكي سال وبحضور وزير الثقافة الصيني لم يفوت التشديد على أن بلاده لن تتخلى عن المطالبة باستعادة التراث الأفريقي المنهوب. أتمنى أن يفتح ما أكده الرئيس الفرنسي حول القطع الأثرية الإفريقية، أتمنى أن يفتح مسارا صادقا لإعادة الثروة الحضارية إلى أفريقيا. المتحف الذي اكتمل بناؤه هذا العام بشر العمل فيه منذ 7 سنوات بكلفة 5. نعتذر مشاهدينا، لكننا سنذهب إلى العاصمة الفرنسية باريس وكلمة وزير الداخلية، فإلى هناك وتنظيمها والترخيص بها، وتم الحصول على الترخيص مع مدراء الشرطة في المناطق المختلفة في الساعة 6 مساء، وفي إطار المظاهرات للسترات الصفراء. كان هناك 10,000 متظاهرة في باريس، هناك عدد كبير من الجرحى ولا سيما فيما يتعلق في الطرقات، هناك 17 جريحا من القوى الأمنية. في الأسبوع الماضي كان العدد 221، ولكن هناك أكثر من 200 جريح في الأسبوع الماضي من بين القوى الأمنية. في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم كان هناك 1385 موقوفا، وهذا العدد هو عدد كبير جدا. لقد تم وضع حد لتصاعد العنف، ولكن بقي هذا
المستوى غير مقبول. وهنا أريد أن أشير وأريد أن أشكر كل رجال الأمن والدرك على جهودهم، إن مهمتهم لم تنتهي بعد، ولكن الآن نستخلص بعض العبر والدروس. كما طلب منا رئيس الجمهورية قمنا بالتعاون مع مدير شرطة باريس، قمنا بتغيير الاستراتيجية المتعلقة بحفظ النظام، وإن هذه الإرادة أعطت أكلها في باريس، حيث أكدنا على ردة الفعل والحركية والتنقل والتدخل مباشرة، وهذا سمح بكسر ديناميكية المغربين الذين حاولوا في كل مرة أن يعيدوا تنظيم صفوفهم. نحن قمنا بذلك أثناء هذه الأحداث، وأكدنا على الجانب الردعي، ولا سيما فيما يتعلق ببعض الأدوات التي كانوا يستخدمونها، الخوز والقضبان الحديدية، وبالإضافة إلى أدوات أخرى. في هذا الصباح بالإضافة إلى المئات من السترات الصفراء التي جاءوا إلى باريس من أجل التخريب. هذه الأوضاع في هذه الساعة، كما ذكر السيد وزير الداخلية للتو، في هذا الوقت نحن نتحلى باليقظة والحذر، لأنه في باريس وفي بعض المدن الفرنسية الأخرى هناك بعض المخربين والمكسرين هم يعملون، وبالتالي علينا أن نكون حذرين ونتوخى الحذر. ولكن أريد أنا أيضا أن يحيي تحضير القوى الأمنية والاستراتيجية التي وضعت ونفذت. نحن في هذا اليوم قمنا بوضع خطة استثنائية، والاستثنائية من ناحية العدد، وأيضا من خلال التركيز على حركية وتنقل قوى حفظ النظام، وأيضا والقيام بتوقيف أكبر عدد ممكن من حيث أولئك الذين يتجاوزون الإجراءات أو الحدود القانونية. أريد أن أشكر وزير الداخلية وسكرتير الدولة لدى وزير الداخلية، أشكر كل أولئك الذين وضعوا هذه الخطة والتي نفذوها، أريد أن أشكرهم على ذلك، وأريد أن أعبر لهم عن إعجابي لقوات حفظ النظام الذين عملوا على فرض احترام النظام أمام أولئك المخربين والمكسرين الذين لم يأتوا إلى هذه المظاهرات ليعبروا عن رأيهم، ولكن جاءوا للمواجهة وللتحريض وللنهب أحيانا. وأريد أن أعيد وأكرر شكر الحكومة إلى كل أولئك الذين طيلة الأسبوع ولا سيما في الأيام الماضية، أولئك الذين دعوا إلى التهدئة، وأولئك الذين دعوا ألا ينخرطوا بين صفوف المخربين، المسؤولين السياسيين، النقابيين، ومن الجمعيات الذين عبروا بوضوح وأطلقوا نداء إلى التهدئة. وإن الحوار هو حاضر، هذا الحوار بدأ بحوار في الجمعية الوطنية ومن الشيوخ، وبدأ أيضا من خلال لقاءات ميدانية مع المسؤولين السياسيين ومسؤولين عن السترات الصفراء، وبدأ هذا الحوار في مقر رئاسة الوزراء، حيث أنا البارحة قمت باستقبال بعض ممثلين هذه الحركة، وهذا الحوار بدأ وعلى هذا الحوار أن يستمر. وقلت سابقا بأنه ليس هناك أي ضريبة تستحق أن نضع حياة أحدهم تحت الخطر، وهذا العمل سيتم عن طريق الحوار والعمل. رئيس الجمهورية سيتحدث وهو سيتقدم بالاقتراحات التي من شأنها أن تغذي هذا الحوار، وأنا أتمنى من كل الفرنسيين أن يجمعوا شملهم وأن نتقدم في السنوات القادمة. أريد أن أشكر الجميع أولئك الذين عملوا على حماية الفرنسيين، والآن أنا أوان الحوار. مشاهدينا، كان هذا كل شيء من باريس. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.